ترست عن كنا ساكنين بقرية صغيرة يعني عدد سكان 3000 نسمة عايشين على الزراعة وتربية المواشي وأبقار وكنا ماشي حالنا والله صار قصف كتير علينا من الطيران اتدمرت الضيعة بشكل كامل تقريبا نزحنا يعني بالنزوح هذا ضربة الطيارة تصوبت أنا برجلي يعني صرت عاجز ما بقدر لا أشتغل ولا أزرع ولا شيء ولا خالد واستشهد ابني مات ابني بالقصف أخوكم أبو عبد الله أنا عمري 24 سنة وعيلتي مؤلفة من أربعة نحن وأنا وعيلتي وبنتين عندي كنت بالقرية قريتنا يعني قرية كانت معرضة على القصف ومعرضة على الطيران ومعرضة على كل شيء يعني ساءت فيها يعني الظروف وهيك فاضطرينا نحن ننزح منها من قريتنا لقرية ثانية يعني صديقي ابو عبد الله يعني فعلا يعني صديق عند الضيق يعني انا بالفضل شو بدي فيه اذا ما ساعدني بوقت الضيق يعني انا بامس الحاجه لصديقي يوقف جنبي هو زلمه فعلا معنى الكلمه صديق وشهم وقبضاي وشو ابو علي شو بدك يا ابو علي رودنا لطالعك لبرا مثلا بيطالعني لبرا بيسندني مثلا بشيلني تقريبا شيل ويطالعني بنقعد مثلا بعيد عن الخيمه شيء 50 60 متر 100 متر تقريبا يعني هنيك بنقعد لحالنا نشرب شاي قهوة متي وعلي يعني زلمة يعني طيب وأخلاقه طيبة وأخلاقه يعني حلوة ومرح يعني رغم هيك الإصابة هيك بتلاقيه بيقعد معك يعني طيب من نوع إنه ما عنده هيك يعني تكبر ما عنده يعني زلمة يعني والنعم والله من أبو علي يعني وعبد الله مثلا صارت رجلي توجعني كثير